ماذا عن توكيد الفعل المضارع بنون التوكيد؟ الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، أي لم يفصل بين الفعل ونون التوكيد ضمير متصل، وتلك الضمائر هي واو الجماعة، ألف الاثنين، وياء المؤنث المخاطبة، وأحيانا نون النسوة. إذن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا يبنى على الفتح. هنا في الفعل المضارع أحكام خاصة. في فعل الأمر تتصل النون به بلا حسيب أو رقيب، ليس لها قاعدة. أما في الفعل المضارع فاتصال النون نون التوكيد له ضوابط، فإما أن يكون الاتصال واجبا وله شروط محددة، وإما أن يكون الاتصال جائزا وله شروط محددة. يعني في حال عدم توافر شروط الوجوب أو الجواز فإن نون التوكيد لا تستطيع الاتصال بالفعل المضارع أبدا. ماذا نقصد بتوكيد المضارع بالنون جوازا؟ أي أن شروط التوكيد الجائز إن تحققت فلا ضير إن وضعنا النون أو لم نضعها، لأن التوكيد جائز. أما في حالة الوجوب إن توافرت الشروط يجب وضع النون، إذن التوكيد جوازا بالنون، إن توافرت الشروط نضع النون أو لا نضعها. ما أول أو ما هي شروط توكيد المضارع بالنون جوازا؟ يجوز توكيد المضارع بنون التوكيد إذا سبق بإما، وإما هي إن الشرطية مدغمة بما الزائدة. إما يبلغن عندك الكبر، إن ما إدغام إما، سنتعرض لهذا المثال بعد قليل. هناك شرط آخر، يعني إن تحقق أحد الشرطين يجوز إدخال النون. الشرط الثاني أن يسبق الفعل المضارع بطلب. ما هي أنواع الطلب في اللغة العربية؟ من أنواع الطلب عندنا لا الناهية الجازمة ولام الأمر، وعندنا الاستفهام بطبيعة الحال، وعندنا أيضا العرض، حروف العرض، والعرض هو الطلب برفق ولين، ومن حروفه هلا لوما لولا ألا. وعندنا التحضيض، والتحضيض هو الطلب بشدة وقسوة، ومن حروفه أما لو ألا. وعندنا من أنواع الطلب أيضا التمني، ومن أشهر حروفه ليت. وعندنا الترجي، ومن أشهر حروفه لعل. لنقرأ المثال التالي. أكد الفعل التالي بنون التوكيد جوازا ثم أعربه. تدرس.
ماذا نفعل لتوكيد المضارع جوازا بنون التوكيد؟ الخطوة الأولى نختار أداة من أدوات التوكيد جوازا والتي مرت معنا منذ قليل ونضعها قبل الفعل. الخطوة الثانية نضيف إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة إلى آخر الفعل المضارع. الخطوة الثالثة نجعل الفعل مبنيا على الفتح. هنا اخترنا لا الناهية الجازمة، لا تدرسن، لا تدرسن، تدرسن، لا تدرسن، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو في محل جزم بلا. مثال آخر، اخترنا خيار آخر ليس ضروريا، أنا أختار كما أريد، لتدرسن، اخترت نون التوكيد الخفيفة واخترت لام الأمر. خيار آخر، هل تدرسن؟ ألا تدرسن؟ ليتك تدرسن؟ إما تدرسن فسوف تنجح. المثال الثاني، قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ما حكم توكيد الفعل بالنون في الآية الكريمة السابقة معللا؟ الجواب: إما يبلغن نوع التوكيد التوكيد بالحرف، وطريقة التوكيد هي نون التوكيد، وحكم التوكيد جوازا، التوكيد بنون التوكيد جوازا، والسبب التعليل لأن المضارع سبق بإما، إما الشرطية المدغمة بما الزائدة. طبعا سيمر معنا في درس لاحق بأن ما بعد إن الشرطية هي حرف زائد للتوكيد، وعلى هذا ففي الجملة التالية إما يبلغن هناك مؤكدان. أخيرا، متى يكون توكيد المضارع بنون التوكيد واجبا؟ توكيد المضارع بالنون بنون التوكيد يكون واجبا إذا تحققت الشروط التالية معا. الشرط الأول، أن يكون المضارع مسبوقا بقسم ظاهر أو مقدر. القسم الظاهر، والله، تالله، أقسم. أن يكون الفعل المضارع متصلا اتصالا مباشرا باللام، وأن يكون دالا على المستقبل، فلا نقول بعد المضارع الآن، الساعة، الحين، وأن يكون المضارع مثبتا غير مسبوق بأداة من أدوات النفي. أكد الفعل التالي بنون التوكيد وجوبا ثم أعرفه. يدرس. الخطوة الأولى، نضع قبل الفعل المضارع لفظا من ألفاظ القسم، والله، تالله، أقسم، يمينا. الخطوة الثانية، نجعله متصلا بلام التوكيد المفتوحة وتسمى هنا لام الواقعة
في جواب القسم. الخطوة الثالثة، نجعل الفعل مبنيا على الفتح. والله لتدرسن، والله لتدرسن. انظر عزيزي الطالب، وضعنا القسم والله، وإعراب القسم هنا الواو حرف جر وقسم، الله لفظ الجلالة اسم مجرور وعلم جره الكسرة، اللام واقعة في جواب القسم، تدرسن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والنون حرف لا محل له من الإعراب. عندنا هنا ثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول مر معنا وهو لام التوكيد، لام التوكيد هنا تسمى اللام الواقعة في جواب القسم. والمؤكد الثاني هو نون التوكيد، والمؤكد الثالث سيمر معنا إن شاء الله هو القسم، هو القسم. إذن في هذا المثال توكيد بالقسم وباللام وبالنون. ويجوز لنا أن نقول أيضا لتدرسن، يعني يجوز حذف القسم عندئذ، نقول بأن القسم هنا مقدر، فاللام في لتدرسن لام مشعرة بالقسم أي دالة على القسم.